مين هي سخمة؟ تعرفها بقى. هي والدها اللي كان يسمى الإله رع، واحنا قلنا بقى كلمة إله وآلهة دي هما كانوا بيطلقوها على الناس اللي هي يعني الملوك أو المتطورين روحيا أو اللي عندهم قوة كونية أو طاقة، تمام؟ فهي معروفة وقتها، وده أنا هشرح فيه، اطمنوا يعني عشان عارفة إن في السيرش على جوجل في كلام كتير. هي معروفة إن هي آلهة، أو هي القوة بتاعت سخمة الانتقام الإلهي والغزو والحرب. في الديانة المصرية القديمة كانت سخمة اللي بيتنطق اسمها كمان سخمت وساخيت وساكمت وسخمت وسيخت، وفي اليونانية ساكميس. فهي معناها اسمها هو شبه وظيفتها، معنى كلمة سخمت هي القوية أو القوة أو القوة الإلهية أو تلك التي هي قوية أو اللي معاها القوة الإلهية. دايما بيتم تمثيلها على إنها امرأة برأس أسد، وإن هي فوق دماغها لو تلاحظوا في الصور حتى اللي منحوتة على الجدران موجود قرص الشمس. بالمناسبة القرنين اللي هما بجنب القرص دول دلالة على التطور الروحي وعلى انفتاح الشكرات العلوية. فدايما بيكون كمان مع القرص دي في راس الكوبرا، هما بيقولوا عليها الكوبرا الواقية، وده برضو هشرحه دلوقتي بالتفصيل. انا بس بقول التعريف بتاعها عشان نبقى قلنا تعريفها اللي موجود في كل مكان. وايد ماسكة فيه صولجان العصاية اللي موجود عليها من فوق زهرة اللوتس، في الإيد التانية معاها مفتاح الحياة. كلمة سخمت بقى في الحضارة المصرية هما يقصدوا بيها القوية أو القوة أو القوي. زي مثلا لو حد أخد معايا دورة نفرتيتي فهتلاقي كلمة نفرتيتي أصلا معنى الكلمة تلك التي هي أسفة، معنى كلمة نفرتيتي الجميلة أتت. يعني لما أقول على واحدة إن هي نفرتيتي، ده مش اسم، ده صفة، يعني جميلة، يعني الجميلة جت. لما نقول نفرتيتي جت يعني الجميلة جت. فمعنى كلمة سخمت هي ايه؟ اللي معاه قوة او اللي ماشي بقوة الله، او ان الله هو قوته او القوة. فلذلك كانوا دايما من العادات المصرية القديمة ان هم ينادوا قبل اسم الملك باسم سخمت، يعني القوي، زي ما كده بيقعدوا يعني يقولوا كلام مدح للملك قبل ما ينطقوا اسمه، او صاحب رئيس الدولة او ايا كان، يعني فخامة الرئيس، بيقول لك فخامة الرئيس، فخامة. هي هما كانوا بيقولوا سخمت وبعدها يكملوا الاسم، يعني ايه؟ القوي بالله فلان الفلاني. ده كانوا بيعتبروا ان ده شرف، يعني دي تشريفة بتاعت الرئيس او الملك او السلطة العليا في الوقت ده. مركز عبادتها او المكان اللي هي كانت متواجده فيه زي ما قلت لكم هو كان اسمها وقتها منف، النهارده اسمها ميت رهينه. اعملوا سيرش عليها وهحط لكم هنا فيديوهات برضو نعرف يعني الناس بمنطقه ميت رهينه اللي انا حكيت لكم عنها، اللي هي بلدي، بلد اجدادي.